مساء الخير يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. امبارح كان أول يوم رمضان، طبعا احنا كنا أجازة قضيناه في مع الأسرة. عندنا بقى دلوقتي الجدول اللي قدامكم ده، بقى هشرح لكم الجدول ده عبارة عن إيه. أول خانة دي فيها الاسم، تاني خانة فيها آخر ثلاث أرقام من رقم الموبايل، تالت خانة التايم أو الوقت اللي انتوا جاوبتوا فيه، رابع خانة هو الرقم بتاع كل متسابق. هتلاقوا فيه اربع اسماء معمولين باللون الرمادي، دول جاوبوا بسرعه لكن للاسف جاوبوا غلط، فارجوكم خلي بالكم وركزوا علشان تكسبوا صح. اللعبه بتاعتنا وهنشوف مين اللي فايز معانا. فاز معانا رقم 15 اللي هو محمد محمود فوزي، مبروك يا محمد، ألف مبروك.